مشاهدي قناه نشوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من قلب الدار البيضاء بالضبط الحي المحمدي. وهنا قصه اللي كضرب في القلب صراحه، قصه اللي تبكي العيون، قصه اللي انا المتني بزاف. الحالات دازوا عليا، ولكن هذه الحاله هذه قصحتنا بزاف، اللي كتشوف زوجان يعني زوج وزوجه في مقتبس العمر، يعني راه الناس كبار في العمر متشردين، ولكن هذا التشرد هذا جا من بعد واحد الحياه كما خلاها السيد. قال لك صبحا اللي بيت فشان ورطى فشان. السيد اللي كان عايش بخير وكان هو الزوجه ديالو 12 سنه عند واحد الاخ، من بعد السيد هذا جرى عليهم ولاح لهم الزنقه بلا حوايج ولا شي حاجه، وتكرفصوا دابا وما لقاوش فين يمشيو ويعيشوا. هذا السيد هذا من بعد ما دق بزاف البيبان ما كاينش اللي يستجب ليه، ودق باب شوف تي في اللي صوت اللي من لا صوت له ولا كتوصل الصوت ديالها للناس، اني هو بان لي الحل الوحيد هو حنايا، والحمد لله جينا عنده باش نوصل صوت المحسنين والناس اللي غادي يعاونوا. نخليكم على القصه ديال السيد هذا من الاول. السلام عليكم السيد. السلام عليكم اخوتي المحسنين. انا كنت كاري عند واحد خينا مده ديال 12 عام، وقع لي مع نزاع ضربني فرع لي راسي، مشيت نخيط داوي راسي. الوقت اللي رجعت الدار كنلقاه سد وبدل لي القفوله، واتجهت القانون ما خليت فين جريت، وكاع البيبان تسدوا عليا، والقانون ما وصفنيش وما خدش لي حقي، والحق عند الله سبحانه وتعالى. واليوم اخوتي المحسنين اقصدكم والمقصود الله، بغيتكم تقدموا لي اليد المساعده، بغيت غير بيت فين استقرر انا والزوجه ديالي. راه قتلني اخوتي البرد والشتا هادي، وراه كنعسوها في جرادي وفي الدروج ديال ديور عباد الله. واليوم اخوتي انا قصدتكم، بغيتكم تساعدوني غير ولو في بويت، وعندي عمليه هانتو وتورقه ما عندي، وراقية وكل شيء مشاو ليا، ما عندي تورقه، البطاقه الهويه هي الاخرى ما عنديش، تورقه ما عندي. ودابا انا كنطالب منكم اخوتي المحسنين غير تساعدوني غير باش تكري بويت ونستقرر فيه انا والزوجه ديالي. وكنحلف ليكم اخوتي المحسنين، ما احنا طلابه، ما احنا نصابه، قسما بالله العلي العظيم الى ظروف هي اللي وجهتني ليكم، ودابا انا قصدتكم والمقصود الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما نكمل معاهم، ما عندي قد شنن كثر الهضره. السلام عليكم. واش تقدر يشوفوا؟ ديكلارينا به. شنو دار معكم السلطات؟ السلطات اش نقول لك، كيطلعوا معنا وهبطوا وداك الشيء، ولكن باقي السيد مول الدار باقي ما تشدش. عطاو شي استجابه ميديكال؟ درنا كل شيء. شحال فيها 22 يوم. 22؟ والسيد باقي حتى الان حرون طالب. باقي. انا كان طالب من الله وثم المحسنين وثم الامن غير يشدوه ويفرعونا الباب، ندخلوا نشوفوا وريقاتنا. الله يجزيكم بخير. هو اش من حق باقي يسد لكم حوايجكم؟ الاتا ديالنا كامل باقي، الاتا ديالنا كامل باقي، بالملابس من الفراج ديالو، من الثلاجه، من الفران، من كل شيء، فلوس، تليفوني ديال بسمه، جوج تليفونات صغار، والله تيشهد عليا، والله تيشهد. الوراق ديالي ديال الاطباء ديال العينيه دابا انا واحنا فيهم، ديال طبيبه القلب، ديال كل شيء، الجوج ديالي ها هو تا هو الوراق ديالو، بغى يدير العمليه على رجليه، قال لي الطبيب ضروري، قال لي تجيني في اقرب وقت باش تجي دير العمليه، الا ما درتيش العمليه راه العرق ديال رجلك غادي تبوشا وتصدق في شحاله، تصدق في شي حاله في رجليك. هذا كتحاولوا تمشيو عند التواصل معاه فكتعطيونا حوايجنا؟ لا مشي فاش مشي خيط الجوج ديالي قلت ليه واش عيب الله يجازيك فلان، فلان الله يخليك، الا ما اعطينا غير حوايجنا وحل علينا وعطينا حوايجنا والله يعاون. هو يقول لي، قال لي لا غنحركم كاملين، وبدا عليا من الحزام لتحت، من الحزام لتحت، وهو يقول لي سيري راه كيتفلى عليك، سيري بعدي منه راه كيتفلى عليك. ايوا صافي مشينا وجهنا للبوليس، البوليس كيطلعوا معنا وكل شيء، ولكن السيد راه باقي ما تشدش. دابا فاش كيمشي معكم البوليس للدار كيحل لكم الباب كيخليهم يدخلوا للدار؟ لا ما كيدقوا البوليس كيعياو وكيمشيو بحالاتهم. ما تيخليوش لا ما تيحلش ليهم. فين ما يدينا البوليس والو ما يحلش، هو كاين غير في الدار، هو كاين عا في البيت ديالو.
هو في ملي جا عليكم دابا في الزنقة كنت كنعيشوا انا والجوج ديالي عيب الزنقة دابا شي شهر دابا وحنايا في الزنقة انا والجوج ديالي مرة انايا عند اختي مرة عند خويا مرة الجوج ديالي كيمشي ينعس في ما في ما والا كينعس ودابا الله يجزيكم بخير المحسنين كنت شكون صرف عليكم هذا الشهر هذا كيفاش كليتو كيفاش صرفتو غير الناس بحال هكايا كل مره وشنو هو صحابو هوايا صباح اليوم قتلني البرد صحابو قصرني البرد ها جا فلان هكا فلان مازال هادي مشات الدار مريا انا قتلني البرد مخشيه تحت الشجره هاد السيد هذا اللي جزا عليكم واش اللي جزا عليك كان كيدير اللقاء واش حيت ما كنتيش ولا لا تنخلصوه ما بينا ما علينا هالسيد انا تنصبر انت 12 عام كتخلص نفس الوقت نفس كل شيء وتكرفص على كتسير اشنو مالو علاش كون جا وقال لي اختي مبغاش يهضر مع الجوج ديالي يجي عندي يقول لي اختي الله يجزيك بخير ممكن اختي تخوي لي المحل ديالي نعطيك مده شهر 15 يوم والعيب عليا الا ما خرجش لهذا السيد العيب عليا الا ما خرجش القانون دار شرع العيب عليا الا ما خرجش القانون ما كاينش في البلاد باش انت دير شرع لي ديك لا الله يجزيك بخير لا ديك الساعه عطينا حوايجنا طلبتك وقلت لك فلان اعطينا حلينا ونهزو حويجاتنا الله يعاون قلتي لي غنحركم بثلاثه غنحركم بثلاثه وقلتي لي سيري بعدي منه سيري بعدي منه راه كيتفلى عليك على الجوج ديالي قال لي سيري بعدي منه راه كيتفلى عليك عاد كيتفلى عليك سيري بعدي منه شنو لساتكم الناس المسؤولين ناس القانون شنو الرساله ديالك كنطالب من الناس المسؤولين ياخذوا لينا حقنا ويجيبوا لينا اوراقينا يا الناس المسؤولين انا كنطالب منكم تاخذوا لينا حقنا وتجيبوا لينا اوراقينا انا حاليا كنعيش وحنا مجهولين الهويه ما عندنا حتى ورقه انا عندي عمليه وباغيها باش نتلقى ليها ما عنديش لا فلوس لا اوراق لا والو انا شت عيت وقصدت خوتي المحسنين والمقصود هو الله عز وجل ما كاينش محسن من الله انا كنزاوك فيكم اخوتي المحسنين ولو غير بيت فين استقرر في هاد البرد هذا هاد السيد راه تعدى علينا وتكرفس علينا ودا لينا ديالنا عمدا وظلما وانت جهنا القانون والقانون ما وصفناش وما عطاناش حقنا ولكن الحق عند الله سبحانه وتعالى ودابا انا كنطالب منكم المحسنين غير بيت اخوتي غير فين استقرر انا والزوجة ديالي انا الجاكيطة هي الاخرى عطينا لي الناس السروال هو الاخرى عطينا لي الناس انتو اخوتي المحسنين رجلي عندي عملية وما عنديش باش نواجهها والله غالب وانا مريض وراجل كبير والسيد تعدى علينا وصباح كيتمتع ليا في رزقي وفي الملابس ديالي والقانون ما وصفنيش علاش واش ما كاينش القانون في البلاد اللهم هذا مركا حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي غادي نقول مدة من 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 نهار 26 تسعود ها الحجوج ها وراق ها كل شيء نهاراش مطرود من هاد طاردني هاد السيد دون قانون دون حجة واش هاد السيد كيتساني شي كرة كاين القانون في البلاد كيتساني شي حاجة يتاجه القانون والسيد إلى عمرو رفض بيا شي دعوة قانونيا كيطالب مني الكرة ولا شي حاجة أيدكم طويلة عليا المسؤولين أنا أمامكم وأمام الواقع كنطالب منكم المسؤولين تاخذوا لي حقي في هاد السيد راه تعدى علينا ودا لينا رزقنا عدوا وظلما واليوم كيقولوا هذاك السيد راه مسطي ليح وراقيه واش اللي مسطي كيخدم واش اللي مسطي كيحسب الفلوس واش اللي مسطي كيحسب الكرا واش اللي مسطي كيبيع ويشري انا هو المسطي الكبير اللي سكنت عنده ولكن ما كنتش عارفه في الاخر صدق شفار هاد السيد راه شفار ومشي انا الاول ولا انا الثاني ولا انا الثالث تمني وقع لي المشكل هادو ولاو كيقولوا لي الجيران هذاك السيد راه كيكري للناس وفي الاخر كيدي لهم ديالهم عدوا وظلما واش ما كاينش القانون في البلاد قانون كاين الله عبد الله كاين عبد الله سبحانه وتعالى الا ضعت في حقي في الدنيا ما غاديش في الاخره نضيع في حقي انا السيد ما سمح لي لا دنيا لا اخره 64 خويا نقول لك زايد 69 69 68 ما متورخش يعني عندك 64 فايت الخمس
انا يزيد في 67 شحال في العام؟ هو عنده 64 عام. شنو اخي؟ وكان طالب اخويا من خوتي المحسنين يكريوا لي امي حيل، يساعدوني في امي حيل ويساعدوني نرجع السوق، راني ما عنديش الله غالب، ما عندي. انا راه قادر نخدم وقادر نتحرك، ولكن اخويا دابا حاليا رحنا كنعيشوا في الزنقه، ورزقي مشى، حوايجي مشاو، ورقي مشاو، جريت تعيت، كاع البيبان تسدوا عليا، انا قصدكم اخوتي المحسنين والمقصود الله. الله غالب. شحال رقم ديالك باش تواصل مع المحسنين؟ 06-12-58-77-02 06-12-58-77-02 اسمح لي. إذن مشاهدينا الكرام كما شفتوا عشتوا معنا هذه القصة هذه ديال هاد الزوجين كما قلنا اللي كبارين في العمر 50 سنة باقي هو الزوجة ديالهم كراسيين في الزنقة. يعني هاد الناس هادو ما عندهم لا وليدات لا حنين لا رحيم، حتى شي واحد ما يقدر يعاونهم، حتى شي واحد ما يقدر يشوف فيهم. ازيد من شهر هما كيرفصوا في الزنقه، السيد اللي كرفص عليهم 12 سنه هو عايش معاه، 12 سنه هو كيخلص ليه الكرا في الوقت ديالو، السيد اللي كان خدام بخير وعلى خير وعايش هو والزوجه ديالو الحمد لله حياه كما تنقول له حياه عاديه، يعني روتيني عادي كيصرف على الزوجه ديالو مخلص الكرا ديالو. طرا ليه مشكل مع مول الدار، جرى عليه وضربه وجسد ليه حوايجه. هان الحمد لله في بلاد القانون بلاد الحق هذا السيد هذا بعد هذا اللايف هذا الحمد لله غيتخذ الحق ديالو ويتنصف. حنا رسالتنا للمسؤولين ورسالتنا للمحسنين كذلك ومثال، يعني هذا هو الاجر الكبير، هذه هي الجماعه، هذا هو الخير انا نديروه في هاد الناس الكبار، الناس اللي ما عندهم لا حنين لا رحيم. الشتا جاي والبرد جاي، فين غيعيش هاد السيد هو والزوجه ديالو؟ الا كنا مسلمين فالخير غنديروه هنا. الناس المسؤولين والناس المحسنين اللي بغى يتواصل مع هذا السيد هذا رقم ديال الهاتف حطيناه، الناس اللي جديين والناس اللي ما كيتفلاوش، الناس اللي كيبغيو الخير لبعضياتهم والناس اللي بقاو فيهم هاد الناس هادو، نحسبهم خوتنا ونحسبهم والدينا، من الاحسن نحسبهم والدينا هاد الناس هادو كنشوفهم كيتكرفصوا. يعني رجل عنده طلع في الستينات ولا عنده 60 عام والزوجه ديالو باقي كيعيش كيتكرفص في الزنقه، ففين هو الاسلام هنا؟ فين هو الخير هنا؟ فين هو الاجر هنا؟ حنا بلد اسلامي، حنا بلد مسلم، حنا خوت، هذا هو هذه الاخوه. الناس اللي كيمشيو للجامعه كيبغي يصلي لاجر الجامعه، هذا هو الاجر الكبير انك دير خير في واحد الشخص. الناس اللي باغي غير يكفر على شي ذنب ديالو، هذا هو فين تكفر الذنب ديالك على شي شخص. يعني كاينين بزاف في تقدر تدي الخير ديالك. اذا هذه رساله للناس المحسنين، كنترجاكم عاونوا هاد الناس. بهذا مشاهدينا الكرام كنوصلوا لنهايه البث ديالنا، نلقاكم بث اخر ان شاء الله. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، الى اللقاء.